لا السلام للامانه عليكم. وعليكم السلام ورحمه. طبعا سيارتي ما اقدر اطلع، الله لا يعطيهم عافيه. لازم البس لبس العمل. مضبوط كذا الشغل. يلا سجلنا دخول. هذه السطحه ان شاء الله اللي بتجيب للخير كله. بسم الله توكلنا على الله. هلا يا الطيب. ليش عكس السير الله يعطيك العافية؟ والله يا الطيب اني ما انتبه، والله اني سهيت. يا مرحبا. هذا من اولها، الله يستر، الحمد لله ان الله فكنا من المخالفات. وين اول السيارة؟ وش زحمة السيارات هذه؟ كيف بعرف السيارة اللي بشيلها الحين؟ يا اخي يا بعض راعينا السطحة يوقف ولا يعرف شغله. والله ما ادري وين السيارة اللي لي. يعني ضربت مشوار على الفاضي. بشوف بقرب السطح اللي لي يمكن تضبط الامور. هي معوكسة من اولها الامور معوكسة. يلا بجرب كذا، انا اقدر اشيلها ولا لا؟ مضبوط. لا الحمد لله بدت تزين الامور ما شاء الله. ركبت السياره الحين. لا بدت تزين الامور. يلا بسم الله توكلت على الله. وينك الحجز؟ لحظات الشادي الله يرضى عليك، بس ثواني. ابشر اليوم متشددين، الله يستر. اللي وراه يا سعيدان. ايوه انزل انزل انزل. ابشر يا سعيدان، تم تحرير لك مخالفه عكس السير. افا معين داخل مع باب الخروج الله يعطيك العافيه. والله سعيدان اني نسيت اني ساهي امشي وانا ساهي ساج. اي والله ساج. افا ما عليه طول العمر ما عليه. افا ما عندك وقت يا سعيدان، على طول تحررها. ما في اي مجال للفرفره. جزاك الله خير. يا مرحبا. السلام عليكم. هلا حياك الله. انا طيب. نشيك على مفواتيرك. السلام عليكم. انا جاي عندي شكوى اذا تسمع. وش شكواك بعد؟ يا سعيدان. هلا. سددت المخالفه فورا. جعل في ده الواجب. يا حبيبي شكرا لك. السلام عليكم. جاكيت. 59 بالتيشيرت الداخلي او القميص الداخلي. السلام عليكم. يعني السلام عليكم. يا اخي راعي السطحة. وين راعي السطحة؟ هلا. يلا اطلع. يا مجنون. خاب اطلع مع الجهة الثانية خلاص. طابت نفسي من المكان كله. ناس ما تعرف تسوق. الله يستر. انا سعيدة. سعيدة ما يترك احد بحاله. مخالفاته فورية. ايه قال دقيقة وينزل عليك. اعطيني مخالفة دقعام. قال لي طيب. أنا قايل إن اليوم الله يستر من أوله ما هو مضبوط معي. يلا بروح أجيب السيارة الثانية بطلع حق هالمخالفة. يلا صباح خير. من أولها مخالفات ما يسوى علي مشوار هالسطح اليوم. الله يستر بستره. بس لازم أعدل موقف السطحة. الحين ما شاء الله صرت حريف بشغل السطحة. على طول من النظرة الأولى أشيل السيارة مثل كذا. يلا رجعنا للحجز. الله يستر ألقى سعيدان بعد مخالفاته واجد. الحين يطلع لي مخالفة جديدة. إن شاء الله إني ملقاه. وصلت الحجز. ليش هو مو هنا سعيدان؟ أروح أشوف من في بالمكتب. شوف في أحد من الشباب اللي أعرفهم. شال المكتب الفاضي ما فيه أحد. وين الناس؟ ليه ما يداومون؟ أخلو المكتب ما فيه أحد. يا حبيبنا. هلا الطيب. هذا هو ولا؟ هو المشكلة يقولون طارحينا. مش المفروض يكون متعالج فهمت؟ أنا ما سويت شيء الطيب. ها؟ أنا ما سويت شيء يمشي. طب جاء فتشك دقيقة. هذا بري. يلا في ملة. يعطيك العافية. أمشي على نياتي أنا يا ابن الحلال. تجيك التهايم وانت نايم. وش هاليوم الله يستر بستره. شرطة ومخالفات. والله ان اليوم تعب لا صار ولا استوى. زين لقيت سهيكل. تعبت من المشي.
اخيرا وصلت الكراج، والله تعبت من اليوم، خليها على الله. ايه يا حزم الضامي يا عيال، احد معها اكل بالله سريع، بطني سريع تكون سريع. هلا يا المجرم، وصلك. بيض الله وجهك، الله يوفقك، اي خدمه. يطول لي بعمرك، الله يحفظك. مدري على شيء والله، فلوس شيء؟ لا لا ابد ما يحتاج، شكرا لك يا حب. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ طيب بخير يا غالي والله. انت تعمل في السطحات؟ اه اكيد اكيد، بس لسه جديد، لسه اول يوم النهارده. ايش فيك ما تعرف تشتغل؟ ايش معنى عرفت منين انا مش بعرف اشتغل يا اخي؟ من طريقه لبسك. ايه ده ما شاء الله، الفضيحه دي. بس حابب اقول لك ان انا رحت مرتين بالسطحه، فاهم؟ نضاره، لابس نضاره وانت في الظل مش عارف. ايه انا لازم البس نظاره يا اخي. اسمع، لازم تلبس ستره. صغير بس بعد اذنك يا اخي، انت مالكش دعوه بلبس دلوقتي، انت لابس جزمه اغلى من المكان اللي احنا فيه كله، الله يكرمك. ايش اسوي يا اخي، انسان احبك شيخ واحب البس. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يعني لا يغرك اني شغال على سطحه، لكن يعني الراتب اصرفه على نفسي، يعني مدلع نفسي، عرفت كيف؟ ربنا يزيدك، ربنا يزيدك يا غالي. انا اذا محتاج اشتري لك شيء بالخدمه ترى. لا لا تسلم تسلم، شكرا. بس لبسك عجيب صراحه، ليش لابس كذا؟ انا شكيت انك ما تعمل في السطحه، تدري ليش؟ ليش؟ لانه السطح لا، اي نعم الشبشب. والامر الثاني السطحه شوي ترى عندهم فلوس، يعني شغالين ما شاء الله، كل سياره 60 دولار والامور طيبه. يلا اشوفك على خير يا الطيب حبيبي. غير اشتري جوال جديد بدل جوال اللي انسرق. دقيقة خلنا احط قهوة 10، باخذ التمر. ايش باقي ايش باقي؟ واشتري راديو. ايش باقي ايش باقي؟ يلا باخذ اسعافات اولية. تمام كذا خلصت، بس باقي ضبط الجوال. خلينا نشوف الجوال ايش وضعه. الامور كذا بس انبتيك. والله اليوم ما اشتغلت شيء، ضرب هالمخالفات، شريت اغراض وجوال وراديو واسعافات اوليه، الحياه ماشيه، لازم ندفع. هذا البنك وصلته، بسحب كاش معي. بسحب 1500. تمام. خلاص بسوي خروج من العمل. اليوم ماشي. خلاص سويت تسجيل خروج من العمل.